وهذا معنى ما تقربت العقائد انه لا حركه ولا سكون الا باذن الله الا بمشيئه الله. الله تعالى يكون بين العبد وبين حركاته فلا يتحرك الا باذنه. من دعوات افضل صديق في هذه الامه وهو ابو بكر رضي الله عنه حديث الحول انه كان يقول: اللهم انك اكثرت حركات العباد فلا يتحرك شيء الا باذنك اجعل حركاتي تقوى. وكان يقول ايضا: اللهم ان احدا لا يشاء حتى تشاء فاجعل مشيئتك ان اشاء لا يخرج اليه. كل هذا اي كل هذه الدعوات هي انطلاقه من قوله تعالى: واعلموا ان الله يحكم بينكم في الدين. يجب علينا ان نعتقد هذا، وكما يجب علينا ان نعتقد بوجود ما يعرفه، وكذلك ايضا يجب علينا ان نعتقد بانه يكون بين المعصيه. النبي صلى الله عليه وسلم لما رسخ في قلبه من هذه العقيدة الإيمانية وهي أن الله يقول بين المرء وقلبه، كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومراد بالدين هنا في الدعاء النبوي عليه السلام المراد به التوحيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على توحيدك، اي على اعتقاد ربوبيتك على عزم التوحيد، اي على اعتقاد انك وحدك الذي تستحق الالوهيه ولا يستحقها معك احد غيرك. لا مقلب القلوب تستحق على دينك. ومن جمله ما كان النبي صلى الله عليه وسلم انطلاقا من هذه العقيده انه كان يتعوذ من اربع، فكان يقول كان يتعوذ ويامر بذلك فيقول: تعوذوا بالله، لقد جاء في صحيح مسلم: تعوذوا بالله من جهد البلاء ودارات الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء. اربعة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منها ويأمر أمته أي الحاضرين وهم الصحابة وغيرهم مما يأتي بعده، كان يأمرهم بقوله: تعوذوا بالله، أي تحفظوا بالله واحتموا بالله من هذه الأربع: من جاهد البلاء وزارات الشقاء، من أن يدرككم الشقاء الذي هو الانقلاب في العقيدة والعياذ بالله، ذكر السعادة. أعوذ بالله من جاهد البلاء وظرف الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. هذا بعض ما يتعلق بالمعنى الأول الإحسان. أما المعنى الثاني فهو الإتيان بالحسنات، ومن معاني الإحسان الاتيان بالحسنات. ومن قوله تعالى: ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين. ومن ذريته ما الضمير الذي هو ضمير ابراهيم واسحاق محسن، اي اتي باعظم الحسنات الذي هو التقي. وظالم بنفسه اي اتي باعظم الظلم او الشرك او الوثنيه عياذ بالله، وهي اعظم فتنه، اعظم فتنه على الاطلاق هي فتنه الوقوع في الوثنيات. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة
أو فتنة الوقوع في الشرك والعصية فهي أعظم فتنة، فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله أي التوحيد كله لك بالله وحده دون أن يصرف غيره معه فيه أي في الدين الذي هو التوحيد. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، فتجد مقاتله الوثنيين حتى تزول هذه الوثنية تحت تستقصر من جذورها وتنحرف، فهذا قتال واجب لا بد منه. فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ظالم لنفسه مبين، وصف هذا الظالم بمبين للإشارة إلى أن هذا الظلم هو أعظم ظلم الذي هو الشرك، إن الشرك ظلم عظيم. الظلم هنا أعظم أنواعه الذي هو الشرك، مثل ما سنصف الظلم به. فالظلم إذا لم يكن شركا يسمى ظلما فقط، فهو دون كل مبين. فالظلم إما مبين وهو الظلم بالشرك، وإما دون الظلم المبين الذي هو الظلم بغير الشرك، الظلم بما عاد شرك من المعاصي. الظلم بما عاد شرك من المعاصي يسمى ظلما دون الظلم المبين، وهو بالإمام البخاري بمثل هذا في الصحيح. لذلك ما فقال لا ظلم دون ظلم، وكفر دون كفر، وفسق دون فسق، أي ونفاق دون نفاق، وهكذا. فهذه المعاني السيئة تتفاوت من بين شخص لآخر، الظلم يتفاوت في المبين وفي ظلم المبين، وذلك أيضا النفاق في النفاق المبين وفي النفاق ظلم المبين، وذلك أيضا الكفر في الكفر المبين أو الذي يرجع للاعتقاد والعياذ بالله، وفي كفر ذو المبين أو الذي لا يرجع للاعتقاد وإنما يرجع للعمل، هذا معروف ومقرر في أصول الدين الذي هو علم الدين. ومن معاني الإحسان الإتيان بالحسنات، وهذه الحسنات كما سبق لنا من حيث التقصير والتكميل تنقسم إلى قسمين، إلى أصل وإلى كمال. جهاد أصل حسنات منها حسنات من أصلها، ومنها حسنات مكملة لهذا الأصل. الحسنات الأصلية هي لا إله إلا الله، وهي المقصودة بقوله تعالى كما ذكره المفسر: من جاء هذه الحسنات له خير منها. واستشكل أهل التفسير هذه الخيرية فله خير منها، فقالوا إن نعيم الجنة ليس خيرا من كلمة لا إله إلا الله، لأن ما يرجع لذات الله خير حتى من نعيم الجنة. ثم أجاب عن ذلك لأن المراد قول الإنسان موسى الرب تلفظه بها لا هي ذكاء، بل تلفظ بها الإنسان قتل فلا خير من تلفظه بها، فالتلفظ لا يتعب أو لا النعيم بالنسبة للتلفظ خير وأفضل وأرجح، فهو أفضل وأرجح وخير إلا بالنسبة لوجهها، فهو ما يرجع لله عز وجل أكون خير منه، لا شيء يرجحه ولا شيء يفضله أبدا. لقد من جاء بالحسنة فله خير منها، الخير من مجيئه. من جاء بالحسنة أي من أتى بالحسنة فله خير منها، أي خير من إتيانه بها، فقط إتيان لا هي كفا، فله خير منها. وهم من فزعي يومئذ آمن، أو من فزعي يومئذ آمن، قرأ
بالإضافة وبالإفراد. الإفراد أي عن الإضافة، فقرأ بالإضافة من فزائي يومئذ، من فزائي يومئذ. الإضافة هنا إضافة إلى مبني، إلى ظرف مبني لإضافته إلى مبني. الظرف في اللغة العربية إذا أضيف إلى مبني فإنه يجوز فيه البناء على الفتح. ابن أوارد متى إذ قد إذنيا تبنيناه وقتره شراح الأجيال، وأشار إلى السيوط في فريدة عتقاد اضطر ذلك بماض الهدى في الجهات الكفر غدا وبين الجنة والذي بدا مرتب الوصف وحال العوى في الزمن المبهم في الأضفاء لجملة أو في بناء تعريفة. الزمن المبهم كيوم إذا أضيف إلى جملة، هذا يوم ينفع الصادقين، هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، أو أضيف إلى مبني كما هنا إيه فإنها مبنية، فإذا أضيف إلى الظرف فإنه يجوز إعرابه ويجوز بناؤه على الفتح. ومن خزي يومئذ، ومن خزي يومئذ، وكان واحد يومئذ أيضا في سورته سأل سائل سورة المعارف شنو تفحبه؟ الذين هم من عذاب ربهم، من عذاب يومئذ ببنيه. من نشر؟ من الله. أقول لك من هو غادي يموت؟ هكا هو اللي فيها. يود إجرام دون إجرام. على الموجري بالمبين. وهو المشرك. على إجرام دون إجرام. يود المجري لو يبتدي من عذاب يومئذ او من عذاب يومئذ، فإن هنا اضيف الى إذ وهي كلمة مبنية، فيجوز في يوم ان يكون معربا ويظهر فيه الجر، فتقول من عذاب يومئذ، وقد قرئ به في السبع، ويجوز في البناء على الفتح فقط، فتقول من عذاب يومئذ مبني على الفتح لإضافته إلى مبني التي يقول فيها الصيوط بفريدته في الزمن المبهم اضطرد الفتح بماضي. ثم قال الزمن المبهم معطوف على ذكر ماضي، اضطرد الفتح بماضي جرد أي عن الضمير لم يقترن بضمير، ثم في ذلك يقترن بضمير لا الفتح لم يقترن بضمير رفع لا ساكن ولا متحرك، لم يقترن بالواو التي تحول البناء على الضم، ولم يقترن بتاء الضمير ولا بنون الإناث ولا بنون ولا بناء لواقعة المسند إليه، ضربتم ضربنا ضربنا، فحينئذ لا يبنى على السكون، فهذه الضمائر تنسك والبناء على السكون، فإذا كان مجرد عن هذه الضمائر فضرب وقرأ فإنه ابن المبهم عطف عليه الإمام السيوطي الزمن في المبهم، فإذا وضع يجب إليك خلاص أنت ما يسير متى يبع سكونك قالت تم أصلا لا هذا هو أن همي قالت رابي جميع لا تسميش وقت تجيب جميع سكونك لا هو أتفق معنا شكولي شيش البني نظر أبا صالح حاولت أنك بس يوم ايه سبحان الله وغيره فيه أزل أخذ سطور أو خشوع جات بينا ايه سبحان الله ايه سبحان الله
سبحان الله ما أشكل علامة يحسبون أن المعنى يحسن المسؤول أجبت لهم شكواتي بلد خبرني عن رجلي يتعبده ويعبده في عبادة الملك لا أحنا شريف لو يبتدي من عذاب يوم إذن ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينشئ قال تعالى عرف على هذا يعني هذا التمليك الدماغ المتلكي في حتى كلا لا ينفعش هذا صفر ولقه كل حرف رابع للصهار كلا أي لا ينفع هذا التمليك أبداً إلى آخره ومن ذريته ما موسين آتٍ بأعظم الحسنات وذي هو كلمة الإخلاص وضارب أي آتٍ بأعظم أنواع الظلم الذي هو ثانية الشرك إلى آخره قلنا إن الحسنات من حيث التأصيل التأصيل يقسم إلى قسمين حسنة أصلية وحسنة مكملة لهذه الحسنة الأصلية الأصلية هي لا إله إلا الله أعلاها لا إله إلا الله والمكملة لهذه الحسنة الأصلية هي ما عداها من الأعمال الصالحة فما عدا هذه الحسنة من الأعمال الصالحة فإنه يكملها على جهة الوجود أو على جهة الاستحبابات مين؟ فيه وفي وفيه المستحب كما هو معروف وكما هو محرم في هذه الصلاة ثم إن الكلمة الأصلية سبق لنا موقف العباد منها فمنهم من وقف منها موقف الممتنع فمنهم من وقف منها موقف المقتنع وهم من اقتنع بها فنجا بسببها من عقوبة التخليد في النار ومنهم من لم يقتنع بها بل امتنع بها فلم ينجو من عقوبة التخليد فحرم الله عليه الجنة وأدخله النار على وجه التخليد والعياذ بالله وهذا سبق بحثه ومن الأبحاث المتعلقة بهذه الكلمة الأصلية أن المنتسبين لها أي هذه الكلمة الأصلية لا إله إلا الله أن المنتسبين لهم مراتب عديدة وهذه المراتب منها ما يرجع للأتقياء منهم ومنها ما يرجع العصاة منهم فأما المراتب الراجعة للأتقياء منهم فإنها تبلغ نحو التسعة المرتبة الأولى مرتبة أولي العزم من الرسل وهي أعلى مرتبة على الإطلاق مرتبة أولي العزم من الرسل وهم خمسة فما سبق لنا وأعلى شخص في هذه المرتبة وخاتمه المصطفى من الله على جميع الناس محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد أعطي الوسيلة التي هي أقرب المنازل إلى العرش الوسيلة لهم آت محمد الوسيلة هي أقرب المنازل إلى العرش الذي هو سقف الجنان فسقف الجنة هو عرش الرحمن وسبق لنا المرتبة الثانية ومن عدا أولي العزم من الرسل فمن عداه من الرسل
هم في المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة هي الأنبياء الذين لم يرسلوا. وهؤلاء الأصناف الثلاثة يدخلون في درجة النبوة كما سبق لنا. المرتبة الرابعة هي للأتقياء من أولي العلم بوحي الله والتذكير به. الأتقياء من أولي العلم بالوحي ومن أولي التذكير بالوحي هم في المرتبة الرابعة، ولهم بالنسبة للنبوة درجة الصديقية، لأن الذي يلي درجة النبوة هو درجة الصديقية كما سبق لنا. وتتفاوت مراتبها كما سيأتي إن شاء الله. والصديقية هذه الصيغة كما سبق غير ما مرت هي صيغة المصدر الصناعي، فكأنها نسبة إلى صديق، لأن الصديق اسمه هي المعنى القائم بالصديق، فسيأتي تعريفه. والصديق هو مبالغة في صدوق، وصدوق مبالغة في صادق، صادق صدوق عليكم السلام صدق فيه فمن أنت وصدوق العوض. وكل هذه المشتقات الثلاثة من صادق الذي هو اسم فاعل، ومن مبالغته الذي هو صدوق، ومن مبالغة المبالغة الذي هو صدق، كل هذه المشتقات راجعة إلى الصدق. والصدق كما سبق يعرف من حيث متعلقاته الثلاثة، من حيث ما يرتبط به ويتعلق به، من كونه إما في القول وإما في العمل وإما في الحال. فهناك صدق في القول، فهناك صدق في العمل، فهناك صدق في الحال، وله متعلقات ثلاثة. فهو أن تعرفهم من حيث هذه المتعلقة الثلاثة هو مطابقات القول للعلم، وتتعلق به لا تقول إلا ما تعلمه، هذا وصف بالنسبة للقول. إذا كنت لا تقول إلا ما تعلمه فأنت صادق، وقولك صدق، وقولك صدق، صدق لا المطابق لما تعلمه. فلان صادق معناه يقول ما يعلمه. فهناك صدق في عمل. الله اكبر، اله الا الله الى اخره. وبهذه المناسبه اريد ان اوجه اليكم سؤالا يعني يتعلق بالملح في القرآن ومن ملح العلم في كتاب الله عز وجل. ماشي من الأصول في العلم، ولكنه من ملحها، وهو أنهم يقولون أخبرني عن سورة في القرآن تشتمل كل آية منها على اسم الجلالة، كل آية منها فيها اسم الجلالة. قلت السؤال، سورة القرآن كل آية فيها متضمنة باسم الجلالة، من فيكم يستخدم هذه السورة؟ أنا قتل ذو السورة ومسمي الله واسمه أزدى كل ساعة فسنة بيكم يستخدم عليها. هل يريد ولي ملك فيها اسم الجلالة؟
ولا قصه في الله والسبيل عن مثل اسم جلاله رحمن مش ممكن هو مش مره اي مثل اسم جلاله هو رحمن وتسمي اسم جلاله هو الله واسم جلاله هو الله اختي الله الصوره الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون قدير فمن لم يجد فقيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ولكافر عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم فقد أنزلنا آيات بينات ولكافر عذاب مهين ثم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد في آخر الآية كل آية أتى قسم سهلا فأكثر إذا كان مريض ومكرت من يقول قلت يصف إلى آية أخرى ربما هي في عددها 6 آيات هذا كله لا مش عادة تعجزها لا هذا غير الملاح يجب العلم القرآني هذا غير الملاح العلم القرآني وصف موقع يمسالي على هذا الشيء غير الملاح والملاح العلم القرآني أيضا أنهم يقولون أخبرني عن 6 آيات متواليات القرآن وكل آية لهذه الآيات الست ختمت باسمين من أسماء الله الحسنى هل تصدقون هذه الآيات جاءت في سورة الحج متوالية شوف فرعون شحكي عليه الله وإن فرعون لا عال في الأرض إنه تدرك واحد شوية الجلال فنظره هو اعتقدوا بزعمه الفلط وإن فرعون لا عالي في الأرض أنت شئت الشيء يدير لكم موسى ويدب ابناء أومس وقال له سوف موسى حيث ويعلن له إنه شا قال لموسى قال ألم نربك فينا وليدا ولا بث فينا من عمرك سنين بشرت عليه موسى ففعلت فعلتك التي فعلت وأنت من قبل قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فواب لي ربي حكما وجعلني مسيطرا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل حيث جعلت بني إسرائيل عبيد بدأت منها عليا شتي باش طمحت ورد باش طمحت عليه لو كان تخدم عبيد يدبع الأبناء ويستحي النساء
منهم من قال معنى يستحي النساء. أتتهم أنتم من يستحي النساء؟ معنى يستحي النساء؟ ها؟ يبقي ماذا؟ هذا هو ما قاله كثير من المفسرين. يستحي نساء ملا يتركوهن أحياء كيدبح الذكور وتخلي النساء. ولكن كاين واحد المعنى أبلغ من هذا وهو ثابت في كلام العرب، يذبح أبناءه ويستحيي نساء ملا يأتيهن في موضع الحياء، لأن الحياء من أسماء الفرج، من أسماء الفرج اسم الحياء، يقال له الحير والفرج والحياء تحت اسم الحياء. يستحيي النساء أن يأتيهن فاش في فروجهن في موضع الحياء. والتي تفهم هذا الذي إذا من وقال نساءهم، ما قال شيء البني وذات الصغار الأطفال يذبحوا الأبناء الصغار والنساء، إن هذوك إلى باقي صغيرة شوية وصلها هذه وصلها. إنه لكل الله تعالى لكل كانت اللي تيوافق زعما الابقاء ديال النساء، اللي تيوافق الابقاء خصو تقول ويبقي الاطفال يذبحوا الابناء ويبقي الاطفال، ما يقولش النساء. لان النساء معنا كبرهم الموثيقات للنكاح، وفهمتوا المعنى هما الموثيقات للوطئ. ويستحيي نساء، شوف هذا كان داير لبني اسرائيل، وان فرعون لعال في الارض يذبح ابناء بني اسرائيل وياتي النساء في في موضع الحياه وتيزني بالنساء، يزني بالنساء وتيذبح الاولاد الذكور، يذبح الذكور ويزني بالنساء. هكذا يرى ابو طحان. قال فيه الله تعالى وان فرعون لعال، ولكن فين؟ في الارض، حدوا الارض وصفات الارض، يعني بيخرج العلو ديال الله فوق جميع يعني، ولكن باقي مرساق بالارض، باقي رجليه في الارض وباقي لست ديالو حتى هو تيقعد على الارض، غير لست في الارض والانف في السماء، هو ما يوصل شي سماء، شي سماء ما وصلوا. واش فهمتوا المعنى؟ استون في الماء كناية عن الأرض، وألف في السماء يحق بألف في السماء، ما شاء الله ما غادي توصل شي سماء. الله يعلم شاش قال الله تعالى في المتكبر إنك لن تخلق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، هذا التكبر ديالك راه ما غادي تخلق به الأرض وما غادي تطول به الجبال، راه تطول حتى تعيا راك قصير على الجبل، عمرك ما توصل الجبل في الطول يا راه ما تطول. وشوف في المقابل ديالها وإن فرعون لعال في الأرض، سيقول الله تبارك وتعالى في وصف الذين اختارهم للدار الآخرة، تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض، ما باوش العلو في الأرض ولكن باو العلو في الإيمان والإسلام، هذا هو المفهوم ديالو، باو يكونوا عالين في من هو وفي إسلامه، ما بيكونش عالين في الأرض في المادة، هذا من أعطاهم الله الأخرى، علو شيطاني وعلو رباني. العلو الشيطاني هو العلو على عباد الله في الأرض، هذا شيطاني. وإن فرعون لعال في الأرض، إن فرعون علا في الأرض وجعل ألها شيعة يستضعف أبناءه ويستحيي نساءه، يستضعفهم بالذبح، هذا استضعاف اللي يقبض كويت بحكاها استضعفت، ما ذبحهاش استضعفت، هذه بحال كيف قال الله تعالى في قل استخف قومه، معنى استخفهم يعني عدهم خفاف خفاف ضعاف، استضعفهم استخفهم يعني ردهم خفاف، هذا تحملش عادة تقول استخفتوها، معنى جاتني خفيفة ضعيفة يعني خفيفة المحميل، خفوا عليهم دربهم ما بغوا ما بغى، استخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين. وإن فرعون لعال في الأرض، فقط ما كاين علو في الإيمان، والعلو اللي بالله العلو الرباني هو العلو في الإيمان، تعلى في الإيمان تبقى تسبق في الخصال ديال الإيمان ما باش تعلى، والعلو في أعمال الإسلام هذه اللي بالله تبارك وتعالى. تلك الدار الآخرة زيد نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض وإنما يريدون العلو في الإيمان والإسلام، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني اعتزاز مفتخر، وهذه رأيت لكم بالأمس بأنه راه عمر المسلم لا يبدأ يشي واحد يسوله بس ما
ما لا عندها يفوت هذه كلمة إسلام ومسلم دي ما يتعصب لها ولا يتخص فيها ولا يتسمح بها أبدا عمره ما يتسمح بها وهنا فين يبغي التعصب قال حاجة يمكن لك ما تتعصب فيها إلا كلمة إسلام دي ما تتعصب فيها لأنه بيتعصب عن الطيرة أي التشاؤم الإنسان خارج ويقدم على شيء أمام الأمور سفر أو غيره هو يسمع شيء فعل يعني يسأله في نفسه قدام واتكل على الله ولا تبالي بذلك وقل اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إله غيرك لا تبالي بهذاك الكلام إذا تطيرت فلا ترجع إذا تطيرت لا ترجع قدام على عمل كسير مع القراءة ولا لا تأتير لذلك أفهمت المعنى إلى آخره وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالعمل وبالتبقي وبالتبجود فلا تجعل مع الله إلى أخر في اعتقادك وقضى ربك ألا ولا تعبد مع الله إلى أخر بس في اعتقادك وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه فقط نص على عدم جعل إله مع الله في الاعتقاد بالآية الأولى لا تجعل مع الله إلى أخر فتقعد مذموما مخلولا ثم انص عليه من ناحية التطبيق فقط وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ما تصلي إلا الله ما ترك حجيب الله ما تسبح إلا إله إلا تسبح غير الله فأنت مشرك فصلي لربك وانحر لربك وانحر أي لربك فمن نحر لغير الله فقد لا فهو ملعون لعن الله من ذبح لغير الله وهو مشرك والعياذ بالله هذا هو المراد لكن إذا نسمع لا تجعل مع الله إلى الآخر وكانوا بدأ يدير تصور ديالو من نحن ندير حتى حنا الصنم ندير هبل ندير الله تعالى والعزى لا تبغى غير قضية الشهر اللي كانوا تيقصدوا الناس بإذن الله دراك في عصر رضوان اللي كانوا بايعوا عليها الصحابة صلى الله عليه وسلم على أنهم غادي يموتوا على آخرهم فما يسمح لهم ما يخدموش على النبي صلى الله عليه وسلم ولو يموتون على آخرهم هذا دراك ديال في عصر رضوان بعض الناس لحقهم جنب هاش كيفلو تيقصدوا الناس بإذن الله يقولوا هذه الصدراء بايعوا فيها الصحابة من الصحابة أحسن تفرقوا بها ولو تقصدوا أن تفرقوا هذا كنا غير الناس منها غير تفصلوا وجوا بايعوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقصدوا ما تقصدوا ولو تقصدوا أن تفرقوا ولو تقصدوا أن قضاء الحوائج ولو قال لها أن في حاجة ويقضيها يمكن أن تلك الصدراء يقضيها بس أحجوا الصدراء فعمد إليها عمر رضي الله عنه وقطعها حيث كان تقطع يقول يا أستاذ كفرانا قيل سبحانك هذه دعفة واش بقيت في النار باقي راعى فيها هذا المعنى راه ولا تشيل ولا تاسل ولا تقول يا عرفا عزة اصبها عزة ولا سمعنا ابن زيد في عزة بس ما تعرف ما تشيل مراد هو تكون عزة بنتها اللي كانوا يديروا فوقها ما سمعها عزة قال يا عزة كفرانك لا سبحانك اني رايت الله قد اهانك وقالوا حتى تقطع تيغوت فيها الشيطان وتيقول يا ويلي يا ويلي وتخبط كنت او يقطعها والشيطان يصيح في وسطها تقول واق 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 يا ويلو يا صبورة يا هلكة يا كذا تقول ادخل خنقرة وتقول يا سيد عمر يا عزة كبرى نبي له في الحالة تقطع فيها إني رأيت الله قد أهلك فكي تقطع كل عزة الصلاة مع ورد كيف تقول إلى آخر الكلام المراد كل من الحاجة علق في عليها قلبك في قضاء الحاجة المضارة ربك يا عزة ربك يا هلتة راه في امانته راه بحال بحال الفقريه ما كاين فرق بين هذوك لان الغرض هو تعليق القلب ماشي الغرض ذاك اللي معلق عليه القلب لا ليس الغرض في الذي علق عليه القلب دون الله الغرض ذاك التعليق ديال القلب ما تربوش لغير الله صافي لا غير لا تجعل مع الله اله اخر جعلوا لي اله سويه مع الله في حقك سويه مع الله في كلامه سويه مع الله في في شيء مما يرجع الى الله ما كاين لا تجعل مع الله الى اخر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا غادي نعاود نكملوا في بعد ان شاء الله وهذا معنى ما تقررت العقائد انه لا حركه ولا سكون الا باذن الله الا بمشيئه الله الله تعالى يكون بين العبد وبين حركاته فلا يتحرك الا باذنه
دعوات.